أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
شئتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا صدق الله العظيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون من قول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي
الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم
فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات
جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا
يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. نعم بالله. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا فدعوا الله فدعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العظيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا فدعوا الله فدعوا
من الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا سريع الحساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري بين ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. عشنا في الحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآن الإذاعي فاضل القارئ الدكتور عبد الناصر حرب القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والقارئ بالدول العربية والمقيم بكفر شبرا اليمن مركز ومدينة زفتة. تزع عليكم من احدى عدد الاذاعات المحلية والانارة الكهربائية واكسروا الدافع المنكلة على انحاء الجمهورية سمومة تركبة تحت ادارك الحاج طلعت بركة اولاده المقيم بمركز ومدينة زفتة.